مبروك لواتزم جمهور المكتب اللاعبين كرجالة. هارد لك للرجاء، فريق محترم قد كرة خاصة الشوط الثاني كانوا كويسين، وهم عندهم نقص عددي. أنا أشوف الحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا، ولكن لسه ما عدناش في الدوري. دوري قوي جدا، وكل مرة هفضل أقول كده، دوري قوي جدا، ما تعرفش مين هينزل مين هياخد البطولة، ولكن الحمد لله إحنا بنأدي بشرف بنأدي بأمانة. محتاجين أول سنة في الدوري نقعد، ودي تتحسب للعيبة وتحسب للمكتب وتحسب للجمهور وتحسب لينا كجهاز، الجهاز السابق واللي قبلية اللي هم تعبوا من أول الموسم. أتمنى إن ربنا يوفقنا، عندنا ثلاث مباريات، محتاجين إن شاء الله ناخد على الأقل ثلاث نقط عشان نبقى مستريحين ونضمن البقاء في الدوري. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، لأن إحنا بحس إن إحنا يعني ربنا يوصل الماتش الجاي هيتلعب يوم السبت، وإحنا النهاردة الأربع وجايين 600 كيلو من أجدير، اللي أنا شايف إن إحنا ما نستحقش الهزيمة بصراحة من أجدير، كنا الأفضل طوال 90 دقيقة، ولكن ربنا ما أرادش. ولكن نفس الكرة اللي بنلعبها، نفس الناس على الهجومية، نفس الانتشار، الحمد لله. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا. التوفيق مهم جدا في كرة القدم.